قصة انه يعني اولا السيدة الوالدة وهي موجودة مع حضرتك وفاجئتينا كلنا واحنا قاعدين في القاعة وسيادة الرئيس بيطلب والدة حضرتك مع سيادة الرئيس، تحكي لنا او احكي للسادة المشاهدين يعني اللي حصل النهاردة وحضرتك بتتكلم مع سيادة الرئيس، اتفضلي. والله اللي حصل انه سيادة الرئيس عنده رحابة صدر وقالوا لي اذا بدي، انا سألتهم ممكن الوالدة تتصور معه، قالوا لي بدك تسألي، سألته وبالتالي لما سألته قال لي أكيد تتفضل. ونزلت الوالدة وحكت معه هي وأشادت فيه وبنشاطه وبعملية الأعمار والإصلاح بمصر وهنأته بكل هالنجاحات، وإن شاء الله بيكون قدوة لجميع الحكام العرب في المنطقة. نعم، بتتابعي الإصلاحات في مصر زي أو التنمية أو البناء أو اللي بيحصل في مصر وبتابعينه بشغف الناس كلها، وحضرتك كمان اتكلمت على هذا الأمر النهاردة. أي نعم، أي نعم.